مصطفى كوبري، صاحب شركة MN Auto Consult، وهي شركة متخصصة في بيع قطع غيار السيارات وأكسسوارات السيارات مع ورشة ديال إصلاح السيارات. أنا والأسوسي ديالي اللي عندنا خدينا خبرة ديال 20 سنة تقريبا في الدومين ديال الأوتوموبيل. خدمنا أنصومبل في شركات متعددة، وقررنا من بعد أننا نديرو نكريو لاسوسيتي ديالنا. كرينا لاتولي والأول لاتولي دريباراسيون، اي ابخي كرينا لوكال كوميرسيال اللي درنا فيه لي بياس دو روشونج لي زاكسيسوار لو مونتاج الانستالاسيون اي تو. والحمد لله اوني اون ايفوليسيون مالغري لا كريز كوفيد، مي اون لو تشالنج الحمد لله، اون لامبيسيون باش ان شاء الله نمشيو بعيد. التطور ديال الشركه ديالنا بفضل ديال لي كليون اللي عندنا اكشوالمون، باسكو اون فيديليزي اللي كنعطيوهم واحد لو سيرفيس دو كاليتي افيك دي برودوي دو كاليتي اللي خلاوهم انهم يثقوا فينا ويجيبوا لنا دي كليون اخرين. دونك من الوسائل اللي درنا باش نفيديليزيو لي كليون ديالنا، اون كري ان اتولي موبيل لي بيان ايكيبي باش حنا نمشيو عند لو كليون ديالنا سور بلاس، باسكو اون بو فيغ ان دياغنوستيك سور بلاس، اون بو فيغ des entretiens sur place, les entretiens préventifs. On peut faire des devis pour régler un problème avec le client qui se déplace chez nous. Et cette voie-là, alhamdoulilah, a donné des nataïj bien et qui nous a fait évoluer bien avec les clients de nous. Et nous avons de plus. التجاري وفابونك فيكم واثقون.